سلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مشروب حلو قوي قوي كلنا بنعمله في البيت، بس ان شاء الله هنضيف له اضافه هتزود قيمته الغذائيه، والاضافه اللي احنا هنضيفها دي بترفع القيمه الغذائيه وفي نفس الوقت مفيده قوي قوي للجو ده اللي هو جو الانتشار طبعا الانفلونزا والبرد. هو مشروب الموز باللبن مع اضافه الجنزبيل عليه. عندي طبعا المقدار اللي هعمله كوباية لبن حليب وعليه ثمرتين موز وعليه طبعا انتي حابة بقى هتضيفي سكر، ضيفي سكر عادي خالص، بس طبعا مع ملاحظة ان الموز بيبقى مسكر، فانا هنا ضفت له عسل ابيض. يفضل طبعا ان احنا نحليه بعسل ابيض وعليه طبعا الجنزبيل. لو انتي مش حابة اضافة الجنزبيل ممكن تشيليها عادي خالص، وممكن برضو بدل ما اضيف جنزبيل ممكن اضيف له قرفة. القرفة او الجنزبيل بتزود له قيمة غذائية عالية قوي، وفي نفس الوقت الجنزبيل بيرفع المناعة وبيمنع يعني بيخفف من امراض الانفلونزا والبرد مع دخول طبعا موسم الشتاء وانتشار طبعا البرد فيه. فان شاء الله باذن الله انا هاخدهم هضربهم في الخلاط، وباذن الله ان شاء الله هوريك الشكل النهائي. ده شكله اهو بعد ما انا ضربته في الخلاط. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مشروب مغذي جدا جدا ومفيد. ممكن بقى كمان انتي لو مش متوفر عندك الموز، مثلا لو في جوافة ممكن تستبدلي الموز بالجوافة. الجوافة طبعا فيتامين سي، لما تتضرب برضو مع اللبن العسل الابيض مع سنة القرفة او الجنزبيل، انا بدي الحاجة كده قيمة غذائية عالية، وفي نفس الوقت مشروب يعني حاجة مستساغة، حتى لما تديه مثلا لطفل او حاجة هيحبه قوي. مثلا لو رايح المدرسة قبل المدرسة ممكن تديهوله، هيديله طاقة ونشاط، وفي نفس الوقت حاجة مغذية وبترفع عنده المناعة. الفاكهة مفيدة جدا جدا، وخاصة في الشتاء نزود من الفاكهة، نزود طبعا من منتجات الألبان للأطفال، ونزود برضو من شرب المية. اتمنى يا رب ان شاء الله يكون الفيديو ده بالنسبة لك سهل وبسيط، وباذن الله ان شاء الله جربي المشروب ده.